اه وي ضروري خصنا نفكروا. البارح تيكون 13 بون واو. كوثر مرحبا بك كوثر. كوثر ما كاينش، ما كتجاوبش الناس كوثر، ما كتجاوبش كوثر. لا ما كاينش، تقول لي مازال ما كتجاوبش. وحنا في حنا في الفاكتور، في فقره الفاكتور. غنسولكم قبل ما نتسناو كوثر تجي معنا، غنسولكم على الطابله ديال الفطور ديالكم اليوم، واش وجدتوها ولا مازال؟ خالتي لا، انا فطر عند دار خويا. وكي غديري غتبيتي عند دار خوك؟ لا شنو كاينش؟ لا خالتي غنمشي. شنو غادي عندي داري الفوق؟ عند ساكنين نفس وخصك ورقه ديال الخروج من الدار باش طلع. كوثر مرحبا بك كوثر. الله يكبر فيك خويا عماد. مرحبا كوثر، من مبروك رمضان. علينا عليك، باش ما تمنيتي يا كوثر. الله يحفظك خويا عماد. كي داير خالتي عمي ديجا؟ الله يبارك فيك. كل شيء مزيان، رمضان عليكم يكون ان شاء الله يدخل في الصحه والسلامه يا رب. احنا وانتم وجميعا كدوزتوا نهاركم بعدا. الله يبارك فيك، كنتي بخير والله. لا بخير، كاين شي حريره؟ الله يحفظك. والله الا كاينه موجوده. يلا فوت عليها. مرحبا. يلا غادي نمشيو كوثر، غادي نتصلوا اليوم بشكون هاد السيده هادي. خت اختراج لك، اختراج لك، تنقولوا لها اختراج لها لوستا. غتصلي بلوستك اللي كاينه في بلجيكا باش ديري لها المفاجاه اليوم. واش انت واجده كوثر؟ واجده. وليني قبل من هاد الشيء، انا اختاريت امال، هي الوسطانيه، باش ما يبقاش نزهه الحال ما يبقاش مونا الحال. يعني المهم نشوفوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله، وغادي غادي يعجبهم الحال ان شاء الله. يلا احنا غادي نتصلوا بامال اللي ساكنه في بلجيكا. احنا كنتصلوا بها طبعا، حنا غير تسالي الاغنيه، انت عارفه كيفاش تدخلي وتخلي لها الميساج. يلا Bonjour, vous êtes en contact avec la boîte à messages. Voilà, bon, غادي ميساجري غادي نحاولوا نتصلوا مره اخرى. بتيتر يمكن انا كنظن بان بلجيكا عندهم السبعة و 11، وغتقدر تكون دابا كتوجدوا الفطور. يلا حنا نعاودوا نتصلوا مره اخرى. الله سينو نخليو ميساج بوت فوكال. واخا يلا حنا كنحاولوا مره ثانيه. ولا تيقول لنا ري ابل ديال المغرب، لا وثاني ما شبغاو هذا رمضان، هذا ما عندنا فلوس نصيفط لهم فلوس ولا شي حاجه. لا ما كاينش بلاتي. بونجور، vous êtes en contact avec la boîte à messages de 0. فوالا دونك غادي نستناو المره 12 وغادي نخليو لها ميساج في لا بواط فوكال ديالها كوثر. واخا Zéro. Enregistrez yeah. votre message après le signal sonore. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Merci et au revoir. خطر رجلي وعيني اليوم كتسلم عليك كوثر، كتبارك لك هي وخوك ياسين، وحتى نزومنا ما ناسين. إن شاء الله يا رب بطل العمر، قولوا الأمل هي لوستي وخط رجلي وعيني اليوم كتسلم عليك كوثر، كتبارك لك هي وخوك ياسين. كنبغي نقول لأمال راها عزيزه بزاف وغاليه، ونتمنى لها يا ربي الصحه والسلامه هي ووليداتها ولخواتاتها ولخالتي وعمي مصطفى حتى هو وراجلي. يعني نتمنى ان شاء الله ديما تكون محبه دائمه ولا لا يفرقنا.
فوالا الو دابا غندخلوا حنا مرحبا بك كوثر. كنتكن ربي يخليك. الو حنا دابا كنتمنى تجاوبوا لي جوابات. ماشي مشكل ماشي مشكل. الو امل امل انت كتسمعي دابا في هذا الميساج في الميساج غي فوكال ديالك ولا في بوت فوكال معك عماد قطبي انت مباشره على شاده فهم فالبوت فوكال ديالك هي اللي مباشره على شاده فهم بعدا غادي تسمعي هذا الميساج في هذه الفقره ديال الفاكتور اللي كنديروا فيها مفاجات للناس اللي عزاز على الناس اللي هنا. وكوثر هي اليوم كتخلي لك هذا الميساج هذا ياك كوثر. كان حمق عليها بزاف مهلي ليا في ولادي لا هي لا خواتاتها الصراحه ما عمرهم ما داروا شي حاجه خيبه الصراحه الله يدومها بحال صافي والله. شكرا لك شكرا بزاف. كان غادي يعجبها بزاف هذا الميساج كون جاوبات وليني الله غالب. ميرسي بوكو شكرا كوثر. شكرا لك شكرا بزاف عشاكم مبروكة. السلام عليكم انتما عمي ديزا كلشي شكرا بزاف ليكم شكرا.